الحواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ويا مرحبا. وكما وعدتكم عروض الرميح ما شاء الله بمناسبة قدوم الشتاء، خلاص الشتاء على الأبواب، وتعالوا جايبين لكم تحطيم أسعار عند الرميح وعروض وتحطيم أسعار. تعالوا خلنا ندخل ونشوف. طبعا الرميح في عدة لعدة محلات، لكن احنا بنركز على المحل ذا اللي موجود بالجردة، عارفينه لما تجي من عند الجردة من هنا تدخل مع الشارع ذا، يجيك الرميح هنا على يدك اليسار وانت متجه كانك تبي سوق الذهب، عارفين هالكبرة ذي. تعالوا خلنا ندخل ونشوف وش اللي موجود عند الرميح. ما شاء الله كلها عروض، ترى اللي قدامكم ذي تشوفونها، كل هذه اللي قدامكم تشوفونها عليها عروض وتحطيم الأسعار. وأول ما نبدأ معاكم نشوف، تعالوا خلنا نشوف، بسم الله. طيب تعالوا أول ما نبدأ معاكم، الفرع الفروة تعرفونها، كم أسعارهن ذيلن تتوقعون؟ كم أسعارهن؟ طبعا عليهن عروض، وكما وعدتكم قلت لكم ما أجيب لكم إلا الشيء اللي عليه عروض. تتخيلون معي أن الفروة ذي والفروة ذي سعر الحبة ب35 ريال، لكن الكمية محدودة والكل زبون حبة من هذه الفرع. المقاس واحد، المقاس واحد صح؟ المقاس واحد، وهذه هي الفرع اللي قدامك تشوفون، سعر الحبة 35 ريال. الألوان الموجودة هذا اللون الأسود والها، والله في عدة ألوان، والكمية محدودة والكل زبون واحد ب35 ريال. 35 ريال الفروة اللي قدامكم اللي تشوفون، فروة ب35 ريال. تتخيلون كم سعرها؟ إذا لقيتوا سعرها برا أقل من السعر ذا، تعال. كذلك العرض الثاني عند رميح الفروة اللي اسمها شموة، طبعا هذه سعرها 60 ريال ومتوفر منها كمية صح؟ كمية ومقاسات، هذه سعرها ب60 ريال. رح برا وشوف كم سعرها، إذا لقيت أقل من السعر اللي أنا حطيته لكم 60 ريال أنا المسؤول. هذه اسمها شموة بحرف الهاء، هذا نوع من أنواع الفرع. طبعا كذلك صديريات ألوان، في منهن بس الألوان ذي، والله في منهن عدة ألوان والكمية محدودة، والله في كمية، في كمية 30 ريال. أصديريات سبورت، شوف الألوان الحلوة والجميلة، عرض 40 ريال. يا سلام عند رميح للمشالح، يا حبي للأطفال ما ننساهم الصغار الله يخليهم، طبعا على 10 ريال للأطفال، يجي على الجنسين البيبي، البنات والعيال. هذه فراء يا حليلة، شوف يلبس الفروة يا حليلة على 10 ريال عرض. وكذلك سديريات للأطفال، كم سنة يلبس هذه؟ أقل من سنة، وهذه أقل من سنة، هذه كلها على 10 ريال عند الرميح. عروض أنا قايل لكم اليوم، ترى ما راح أجيب لكم إلا العروض والتخفيضات والخصومات، وترشت جاي ولحق والله ما تلحق. يلا طبعا نبي نشوف التريكو النسائي الخفيف، هذا يسمى التريكو النسائي الخفيف، في منه ثقيل بس هذا الخفيف، أنا بعرض لكم الخفيف، ترى ما نسيتكم يا البنات، خواتنا بناتنا أمهاتنا عماتنا خالاتنا. هذه عليها عرض 40 ريال، وفيه منها عدة ألوان، هذا يسمى تريكو الخفيف، هذا يسمى تريكو الخفيف، وعليه عرض 40 ريال عند رميح للمشالح. تعالوا نبي نشوف عروض التريكو المغربي النسائي، هذا تريكو مغربي نسائي عليه عرض 50 ريال، اللي واضح قدامكم فيه منه ألوان، مقاس واحد ولا مقاسات يجي هو؟ مقاس واحد نعم، وفي منه ألوان، في غير الألوان اللي قدامي ذي،
عند رمايح للمشالح. هذا تريكو السلسال النسائي، ويوجد منه ألوان. التريكو السلسال النسائي سعره 80 ريال عند الرميح. ترى اللي يصور لكم كل هذه عليها عروض يا ناس، ترى برا تلقاها أغلى. هذا التريكو النسائي اسمه السمكة، يا سلام، وسعره 80 ريال، كذلك عليه عرض 80 ريال. تريكو السمكة عند الرميح. هذا من التريكو النسائي اللي عليها عروض، سعره 90 ريال اللي قدامكم ذا. عرض ترى اللي عليها عرض، ترى كل اللي قاعد أصور لكم كلها عليها عروض. التريكو النسائي سلسال ملون سعره 80 ريال عرض. وطبعا النوع ذا من التريكو اللي عليها عرض، هذا صنف وهذا صنف آخر، وعليها عرض 120 ريال للحبة. كذلك هذا تريكو صوف 150 ريال عرض. 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 كذلك هذا تريكو صوف. كذلك والعروض مستمرة عند الرميح للمشالح. هذا التريكو المقلم 150 ريال. عروض التريكو مستمرة. هذا التريكو المقلم بتطريز 150 ريال عند الرميح. جايب لكم تريكو نقوش شعبية، واضحة معاكم؟ هذه عند رميح وسعرها 150. تريكو أسود فخامة 120 ريال العرض. مستمر على تريكو النسائي عند رميح للمشالح. تريكو أسود فخامة، تريكو ملون فخامة 120 ريال العروض مستمرة. تريكو ملون فخامة 120 ريال العروض مستمرة. من الموديلات الموجودة عند الرميح للمشالح كذلك هذا التريكو من النوعيات اللي صورنا لكم، وسعره 150 ريال. كذلك مستمرين في عروض التريكو النسائي ما شاء الله، سعره 150 ريال عند رميح للمشالح. كذلك مستمرين في هذه اللي قدامكم كلها تريكو نسائي وموديلات مختلفة واسعارها على 150 ريال عرض. طبعا اسعارها على 150 ريال برا راح تلقاها اكثر من نفس السعر، وأنا المسؤول إذا حصلتها أقل من نفس سعر تخفيضات الرميح للمشالح. يا بنات ويا خوات، أدري إن قلت تقول إن بدر أشغلت أنا من اليوم بالتريكو، تريكو خلاص جبت لي فروة، ها هذه فروة نسائية، شوف هذه فروة نسائية عند الرميح وسعرها 60 ريال تحطيم أسعار. طبعا ختامها مسك مع هالبشوت الحلوة والجميلة، هذا بشت بزري سعره 150. كذلك هذا بشت شتوي عريفي سعره 150 ريال.
طبعا كل العروض اللي صورتها لكم تحت سقف واحد الرميح للمشالح. راح انزل لكم الموقع ونزل لكم جميع حسابات الرميح للمشالح. طبعا كذلك عندهم سحوبات على نفس حساباتهم وعندهم مسابقات. اللي يسأل عن الموقع هذا هو الرميح، وانا بحط لكم الرابط اللي يوصلكم له. طبعا الرميح الجردة هنا عندكم، مواقف الجردة قدامكم هناك تعرفونها، الرميح السوق الداخلي. وراح انزل لكم